مرحبا معكم رضا عازم من كامبوست اكاديمي. في اخر فيديو اعلن على القناة راينا المنتجات التي تباع على موقع ايباي من قبل تجار جزائريين، وبسبب ذلك توجه الي ايضا المشتركين المصريين في القناة وطلبوا فيديو اخر للمنتجات التي يبيعونها التجار المصريين على موقع ايباي. إذا هيا بنا ننتقل لموقع ايباي وأريكم بعض المنتجات التي تباع على موقع ايباي من قبل تجار مصريين. لقد جهزت بعض الحسابات لتجار مصريين على موقع ايباي من قبل، وهيا بنا نتعرف على هذه التجار. انتبهوا إلى هذا التاجر، مترو شوبينج مول، لديه 191 فيدباكس، لديه 221 صفحة مبيعات. انتبهوا أن المنتجات التي يبيعها منتجات أثرية أو منتجات تقليدية مصرية، Ancient Egypt Stone Scrap Boat Stone Antique، منتجات قديمة متعلقة في الحضارة المصرية. انتبهوا منتجات أثرية، فهذا التاجر يختص في بيع منتجات أثرية. Vintage lot of 200 teardrop glass prisms 10 inch for chandelier lab part، فيبيع بعض القطع للثرية. فيمكنكم تفحص هذا التاجر، لديه العديد من المنتجات. انتبهوا منتجات تقليدية من الخشب، فهذه هي المنتجات التي يبيعها هذا التاجر. ننتقل لتاجر آخر، هذا التاجر لديه 51 صفحة مبيعات. انتبهوا يبيع الطبلة هنا. انتبهوا أن يشحن المنتجات في DHL أو FedEx، هذه شركات شحن التي الشحن أو خدمات الشحن التي توفرها هي خدمات شحن سريعة، ممكن بسبب ذلك أسعاره باهظة نسبيا. فممكن أن هذه الطبلة هي ماركة معروفة في مصر أو عالميا، الفان دربوكا. فيمكنكم تفحص أيضا هذا التاجر، أيضا يبيع بعض الأدوية. هنا نرى أيضا أدوية، وهنا كريم الكابتن بدهن النعام. فيمكنكم رؤية أنه يبيع بعض الأدوية، يبيع بعض الطبلات، يبيع الشاي هنا. فنرى هذه المنتجات، منتجات تقليدية يمكنكم رؤيتها، يمكنكم إيجادها في مصر، لأنني أرى أنها جميع هذه موجودة في مصر. فنرى هنا، نرى الطربوش، هذه منتجات تقليدية مصرية. ننتقل لتاجر آخر، هذا التاجر لديه 232 صفحة مبيعات، لديه فقط 55 فيدباكس. فيمكنكم رؤية المنتجات التقليدية في البحر، من البحر، ويبيعها. انتبهوا للأسعار، أسعار باهظة نسبيا، ممكن بسبب الشحن، لأنه في بعض الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من مصر وليس لديهم الكثير من إمكانيات أو خدمات الشحن، فتكاليف الشحن ممكن أن تكون باهظة هناك. فانتبهوا للمنتجات التي يبيعها، هذه منتجات التقطها من البحر، لم تكلفه أي شيء، ويبيعها في الإيباي. ممكن أنه يسكن جانب البحر ويلتقطها ويعلنها على موقع إيباي. يمكنكم أيضا الضغط على sold listing وماذا باع من هذه المنتجات. انتبهوا أنه باع هذه المنتجات هنا ب 124 دولار، باع هذا المنتج هنا، باع المنتج في 94 دولار. ممكن أنه ليس 94 دولار، ممكن أقل، لأنه best offer accepted، يوجد شخص الذي عرض عليه سعر آخر وباعه. تابعوا هذا المنتج 70 دولار، 15 دولار شحن. فيبيع هذه المنتجات، يمكننا رؤية أنه يبيع هذه المنتجات. لننتقل لتاجر آخر، هذا التاجر Egyptian Fire Art، لديه فقط 2 فيدباكس، ممكن أنه تاجر جديد.
لديه 32 صفحة مبيعات، ونرى من المنتجات أنه يبيع لوحات فنية خاصة بالحضارة المصرية. نرى لديه الكثير من اللوحات الفنية الجميلة، فهذا هو تاجر آخر. انتبهوا أنه يشحنها من مصر from Egypt. أيضا التاجر السابق كل هذه المنتجات from Egypt. لننتقل لتاجر آخر Best Deals for You، لديه 226 صفحة مبيعات. انتبهوا منتجات أدوية فولترين. هنا انتبهوا عندما يكون from Egypt أي هذا المنتج يشحن من Egypt من مصر. انتبهوا عندما لا يكون أي هنا جملة from أي هذا المنتج يشحن من أمريكا. أيضا هذا المنتج يشحن من أمريكا أي أن هذا التاجر يعمل دروب شيبينج على منتجات من أمريكا، وأيضا يبيع منتجات من بلاده من مصر. أيضا هنا انتبهوا from China، أيضا يعمل دروب شيبينج من منتجات من الصين. يمكنكم رؤية أي المنتجات التي يبيعها من الصين، أي المنتجات التي يبيعها من مصر، وهكذا يمكنكم رؤية هذه المنتجات. انتبهوا هذه من مصر، نوع من الكريم، فيمكنكم تفحص أيضا هذا التاجر. انتبهوا from Egypt. هيا ننتقل لتاجر آخر Orientals eShop، ولديه 85 صفحة مبيعات، لديه 1682 فيدباكس، هذه كمية جيدة. طب يبيع بعض الأدوية، هنا نرى بعض الأدوية، هذا المنتج يبيعه من إيجيبت. انتبهوا هنا لا يبيعها من لا يشحنها من إيجيبت، لا يشحنها من مصر، إنما يشحنها من أمريكا. أيضا هذا المنتج وهذا المنتج يشحنه من أمريكا، غالبية منتجاته تشحن من أمريكا. هذا المنتج يشحنه من مصر، Arabian Horse Saddle، Egyptian Syrian Dancing Saddle with Breast Collar and Bridle. يبيع هذه المنتج، ونرى هذه المنتجات التي يبيعها، غالبية المنتجات يبيعها من أمريكا، ويوجد بعض المنتجات التي يشحنها من مصر، تماما مثل التاجر الذي رأيناه في السابق. ننتقل لتاجر آخر، أيضا هذا التاجر انتبهوا لديه فقط واحد فيدباك، ممكن أنه تاجر جديد، 25 صفحة مبيعات، انتبهوا منتجات تقليدية تباع في مصر، from Egypt from Egypt. هذا الزيت الجونسون بيبي، هذا منتج أيضا خاص في عناية البشرة، فهذه هي منتجات تقليدية يمكنكم إيجادها في مصر. ننتقل لتاجر آخر، أيضا هنا نرى Egypt Mart، لديه 263 صفحة مبيعات، ونرى أنه مختص في الألبسة التقليدية المصرية للنساء خاصة، لا يوجد هنا أيضا للرجال، ويمكنكم أيضا رؤية هذه المنتجات. ننتقل لتاجر آخر Egypt Gifts، 4630 فيدباك، 408 صفحة مبيعات في لديه. نرى أن المنتجات شبيهة جدا بالتاجر الآخر، ممكن أنه نفس التاجر ويفتح عدة متاجر لبيع منتجاته. نرى from Egypt، منتجات مختصة في الملابس للرجال للنساء، هنا يوجد مصلى، فنرى أن جميع منتجاته هنا تشحن من مصر. ننتقل لتاجر آخر، هنا Treasure of Egypt، 6653 فيدباك، 1352 صفحة مبيعات معلنة، ونرى أن المنتجات تشحن عن طريق إكسبرس شيبينج. انتبهوا هذه طريقة شحن سريعة جدا، ممكن بسبب ذلك الأسعار ستكون أكثر نسبيا أو أعلى نسبيا. نرى أن المنتجات تشحن جميعها من مصر. الكثير من الأصدقاء المصريين يتشكوا بسبب غلاء الشحن أو تكلفة الشحن، ولكن أنا أقول لكم أنه يمكنكم استعمال خدمات الشحن المتوفرة لديكم تماما مثل هذا التاجر. لقد تواصل مع شركة الشحن إكسبرس شيبينج، تواصل معهم، عرف الأسعار التي يوفرونها هذه الشركة، وبدأ بيع المنتجات. نرى أنه يبيع هذه المنتجات، نفترض هنا حبة البركة، عندما ندخل إليها ونرى كم عدد المبيعات، نرى أنه باع هذا المنتج 75 مرة،
لا يمكنكم التذمر من شحن المنتج أو تكلفة شحن المنتجات. جميع الأشخاص يتعاملوا مع شركات الشحن الموجودة في بلادهم، وإذا يوجد فقط لديكم شركات شحن التي توفر خدمات سريعة وتكلفة الشحن عالية، أيضا المشترين سيعرفوا أن تكلفة شحن سريع هي تكلفة عالية جدا نسبيا لتكاليف شحن بالنسبة لتكاليف شحن أو خدمات شحن التي تعد أيام طويلة. فيمكنكم بيع منتجاتكم دون أن تخافوا من تكاليف الشحن. تبهوا، يبيع منتجات تقليدية من مصر، هنا السواك، هنا المسابح، فيمكنكم رؤية هذا التاجر لديه العديد من المنتجات. يمكنكم تفحص هذه المنتجات، إذا هذه المنتجات موجودة في مصر لا يوجد أي مانع أن تبيعونها أيضا. لننتقل لتاجر آخر، هذا التاجر جراند بازار 2018، 19 فيدباكس، 47 صفحة مبيعات، أيضا منتجات تقليدية من مصر. تابعوا، جميعها يمكنكم إيجادها في مصر، هنا الليفة، فيمكنكم إيجاد هذه المنتجات. ننتقل لتاجر آخر، فارما شوب، 136 فيدباك، 66 صفحة مبيعات. انتبهوا كم هذا المنتج، كم مرة رأينا هذا المنتج، يمكن أنه مطلوب جدا في الإيباي، يمكن أنه شائع جدا في مصر. فانتبهوا للمنتجات التقليدية، سكين كير كريم، نوع من الكريم لعناية البشرة، فهذه المنتجات التي يبيعها، ممكن أنها أدوية أيضا، منتجات تقليدية. انتبهوا، هذه المنتجات تماما مثل التاجر السابق الذي رأيناه، ممكن أنه فتح متجر ثاني. هذا التاجر ووز ستور، 55 فيدباكس، 103 صفحة مبيعات. انتبهوا، from China from China from China، جميع منتجاته من الصين. هذا التاجر يعمل دروب شيبينج من الصين، لكن انتبهوا هنا from Egypt، يبيع هذه السجادة من مصر، فينتج، هنا تيبل وود هاند ميد وود كوبر، ايضا من ايجيبت، من ايجيبت، هنا من ايجيبت، من ايجيبت. فيوجد بعض المنتجات التي يعمل عليها دروب شيبينج من مواقع صينية، ويوجد منتجات التي يشحنها بنفسه من مصر. تابعوا، جميع هذه المنتجات من مصر ويبيعها ويشحنها من مصر، منتجات تقليدية مصرية. انتقل لتاجر اخر، هنا ايجيبت بازار 17، 52 فيدباكس، 106 صفحة مبيعات، منتجات تقليدية مصرية جميعها تشحن من ايجيبت. انتبهوا، ايضا هذا التاجر يتعامل مع شركة الشحن اكسبرس شيبينج، اي شحن سريع، او ممكن يتعامل مع فيديكس او دي اتش ال، هذه هي شركات الشحن الرائدة او المستعملة في مصر. انتبهوا، منتجات تقليدية مصرية تباع على موقع ايباي. ننتقل لتاجر اخر، هابينس شوب، 1640 فيدباك، هنا 880 صفحة مبيعات. انتبهوا كم مرة رأينا هذا المنتج، ايضا يبيع منتجات تقليدية مصرية، ممكن انه نفس التاجر يبيع المنتجات او يفتح عدة متاجر ليظهر صفحة مبيعاته عدة مرات في موقع ايباي، فاحتمال ان يكون نفس التاجر، او احتمال ان يكون عدة تجار يعلنوا هذه المنتجات. انتبهوا، كثير من هذه الشركة ممكن انها معروفة في مصر، انا لا اعرف هذه الشركة، انا من فلسطين وليس من مصر، ونرى انها معلنة كثيرا في موقع ايباي من قبل المصريين. يمكننا ايضا عمل عليها بحث اسواق ورؤية كم من هذا المنتج يباع من هذه الماركة، او من هذا المنتج نفسه كم يباع في الايباي. فهذه المنتجات الذي يبيعها هذا التاجر، انتبهوا، بابونج، كاموميل، وهنا الشاي، وهنا الدهان. فيمكنكم ايضا تفحص هذا التاجر، لديه العديد من صفحات المبيعات، الكثير منها. ننتقل لتاجر اخر، 3667 صفحة مبيعات، من مصر، هذا التاجر من مصر، لديه 17000 فيدباك. انتبهوا، هذه كمية كبيرة جدا،
ممكن أنه هذا التاجر الأكثر مهني المصري الذي رأيته في الإيباي. هذه أكثر منتجات معلنة في الإيباي، ويمكنكم تفحص المنتجات التي يبيعها. إذا هذا التاجر حصل على هذه المنتجات من مصر وأنتم أيضا من مصر، يمكنكم إيجاد هذه المنتجات، لا يوجد أي مانع أن تجدوا هذه المنتجات. فانتبهوا أنها منتجات بسيطة يمكنكم شراؤها من أي دكان ترونه في مصر من الأسواق. يمكنك التعامل مع تجار الذين يبيعون في الجملة وليس بالمفرق. فانتبهوا لجميع هذه المنتجات التقليدية المصرية. تاجر ترى هنا منتجات مطلوبة لأنه يبيع منها الكثير، ويوجد الكثير من الواتشينج يمكننا العمل عليه، سولد ليستينج، ورؤية ما هي المنتجات أو عدد المبيعات للمنتجات التي باعها خلال 14 يوم الأخير. انتبهوا أنه خلال 14 يوم الأخير باع 593 منتج، ويمكن رؤية هذه المنتجات التي يبيعها. فيمكنكم أيضا تفحص هذه المنتجات التي باعها، دخول لصفحة المبيعات هذه، رؤية الأسعار. تبي هنا زيت البركة، حبة البركة. فهنا هذه المنتجات منتجات تقليدية سهل عليكم كمصريين إيجادها في مصر. فكما ذكرت لا يوجد أي مانع، لا يوجد أي صعوبة إذا هذا التاجر هو من مصر ويبيع هذه المنتجات، وهذه المنتجات موجودة في مصر. كل شخص مصري يشاهد هذا الفيديو أيضا يمكنه إيجاد هذه المنتجات وبيعها على موقع إيباي بسهولة. أتمنى أنني ساعدت أكبر عدد ممكن من الأشخاص لمعرفة ما يمكنهم بدء بيعه من بلادهم. وإذا يوجد دولة أخرى معنيين أن أعلن فيديو عن المنتجات التي تباع منها، اكتبوا بالتعليقات اسم الدولة وسأحاول إعلان الفيديو بأسرع وقت ممكن. أكاديميتنا تعلن فيديوهات أسبوعيا، لذا لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتصلك آخر الفيديوهات للأكاديمية. أتمنى لكم النجاح، وسأراكم في فيديو.